صباح الخير عليكم، مش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ عرفت راسي طولت الغيبه، ولكن هذا اليوم جايبه لكم واحد الوصفه رائعه رائعه رائعه، احسن من رائعه. هذه اسمتها صفه المسفيويه، كنديروها بالنجيمات. ها هما هاد النجيمات، ها هما شوفوهم انتم، اللي فيهم خمسه ديال القنوط، اللي فيهم كتر كيغلاضوا ياك. ودابا غادي نشدوهم نلبسوهم بالزيت، زيت المائدة، نديرو لهم شوية ديال زيت المائدة. نتلبسو مزيان وغنديرو الماء في البرمة ديالنا يطيب، ويكون فيه الملح. فغيمون نلبسوهم مزيان بالزيت. ها هي دابا غادي تطلع فيها الفرن، ملي تطلع الفرن غنخليوها كتفور ساعه. ها هي درنا لها تقريبا ساعه ونص ديال الطفوار. دابا غادي نجبدوها وتشوفوا المتابعه ديالها. ها هي هنا ياك. دابا غنلبسو داك الماء الاشفر، هو اللي نكبو عليها بحال هكا. ياك نحركوها، نحركوها بحال هكا باش نشوفو داك الماء واش داز فيها. ياك من بعد غادي نخويوها فوسط ديك الطنجرة اللي فيها الماء، ونديروها الطبخ واحد 10 ديال الدقايق. مرميناها فوق داك الماء اللي فوقها شفرت اللي فيه الملحة، غادي نديروها هكا نخلطوها في هذا الماء ونخليوها تطبخ واحد 10 ديال الدقائق. ها هي بعد ما طبخات في الطنجره غادي نصفيوها هنا في الكسكاف. ها هي فوالا، نخليوها حتى تصفى ونحلوها في الكسعه باش تشرب الماء ديالها. بعد ما تصفى تصفوا لينا النجيمات اللي ها هما، غادي نديروهم في الكسعه ونخليوهم يشربوا الماء. فوالا، هادي راه واحد الصفه كبيره دايراها. سلام بخيركم. دابا غنخليها تشرب عاد ندير ليها الفورة. دابا غادي نبقى نحركها حتى تنشف مزيان، عاد ندير ليها الفورة الثانية. الفورة كتجي عجيبة. غادي نديرو النجيمات ديالنا، بداو كيتفوروا الفورة الثانية. هانتوما شوفوا راه كل حبة بوحدها. ها شوفوا، خدو ديال القمح بكية الزرقاء، ما بغيتش نقول السمية لأنه مكنديرش الإشارة. هانتوما كل حبة بوحدها، شوفوا الفورة الثانية. شوفوا دابا راها تقريبا طابت، راه غير باش نتيقنوا منها ونهبطوها تبرد، ونخليوها حتى نبغيو نحطو نديرو نوجدو الطبسيل عاد نسخنوها. فوالا الفوره الثالثه هي تسخن. ها هي هادي الفوره الثانيه، هادي دابا راها طايبه. شوفوا كي دايره، كتجي كل حبه بوحدها. دابا كتحلوها هكا في القصريه مزيان، كتخليوها حتى تبرد، ولا حتى تبغيو ملي تبغيو ديروا صافي تبغيو تقدموها، كتعاودوا تفوروها الفوره الثالثه باش كتسخن وكترطب. هي راه رطبه دابا، راه كل حبه بوحدها ورطبه. ها انتما دابا غنطلقوا ان شاء الله ملي نكونوا كنقدموها. وهذا انا غنديكم تشوفوا الدجاج كيطيب. ها عندنا جوج دجاجات اللي ها هما ياك مقطعين، كل دجاجة مقطوعة على 8. وهنا دايرة الصدورة جد كيلو ونص حتى لجوج كيلو، حيت غادي ندير جوج طباسل كبار، حيت شوفوا النجيمات غادي نخلطوهم مع الشعرية ملي نكونو كنخلطو بالسكر والقرفة وداكشي، غنخلطو الصدورة. وهادو غادي نبداو ندفنوهم في وسط صفة سميتها صفة المسفيوية. المهم ها هي دابا من بعد غادي نوريكم التوابل. عندنا كاس ديال الزيت، عندنا الزعفران الحر، قزبر المعدنوس،
البزار سكينجبير وقرفه غبره وقرفه عود مليحه والسمن الحار. دابا غنبداو على بركه الله. هنايا البصله مقطعش النيفات، وهذا البويون ديال الدجاج ياك، والخرقوم راه نسيت ما قلتوش لكم. ها هو دابا غنبداو على بركه الله، غنعاودو نبداو نقولو شي بشي باش تعرفوا. دابا هاد الدجاج طرف الكباب، وهذا الصدور ياك، ديرو البصله والدويمات ديال الدجاج، ها هي خرقوم عود القرفه قرفه مليحه الملحه قليل واحد، دايرين الدويمه وغاسلين الدجاج بالملحه بزاف، سكينجبير سمينه سمن حار زعفران الحر قزبر المعدنوس وزويته، ونديوهم يبداو كيتشحروا. وهذا دابا الدجاج راه كيطيب، الدجاج ديالنا بعد اللي طاب حيدنا هذوك الطرف الكبار وخلينا غير هذوك سميتو، بقاو واخا طريفات كبار غنبدا نحيد ساعه ساعه باش نحيدهم، ولكن هادو باش غادي نخلطو الصبة كاملة، وهادو غادي نبداو ندفنوهم. هيا الدجاج اللي حيدنا ها هو، حتى نكونو دابا غنديرو في التقديم وغنوريكم. هيا كنقليو شي شوية د اللوز، كندفعوه في الزيت باردة باش ملي كتسخن الزيت اللوز حتى هو كيبدا يتحمر وكيبدا يتقرمل في نفس الوقت، لحقاش إلا لحقتوه في الزيت سخونة كيتحمر بلا ما يكون مقرمش. هذا اللوز ديال الزواق، سكر كلاصي، قرفة، بيض السمان، هادي واحد البصيلة درناها زايدة، ماشي حسناها درنا غير شي شوية ديال باش تجي زوينة، طريفات ديال الدجاج هاني درتهم يسخنو في الميكرووند، الدغميرة ديال السفة ها هي، وهذا ها هو دابا صافي كيسخن. الجيمات ديالنا شوفوا شوفوا كل وحدة بوحدها، هانتوما هانت دابا غنلوحو الدغميرة ديالتنا في الصفة ونخلط. صافي نبداو كنخلطو حتى تخلط الصفة كاملة ونمشيو نستنفو العمل. دابا غنبداو نكبو في الطبيصلات ديالنا، شادي نقية ديال الدجاج الكبار، نديروهم الوسط، ولا كان شي عظم غليظ ولا شي حاجه نحيدوه. صافي نمشيو على بركه الله. هنا ها هي الصفه المسفيويه مرضومه بالدجاج، سلام خيركم، ودقها المعلم الدواقي، كي جاتك؟ مزيانه، ايوا بالصحه والعافيه.